بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله آخر مثال هناخده في شابتر 6 Slope Stability في Part 7 عن طريق Methods of Slices، وهناخد مثال عليه دلوقتي باستخدام السويدش Methods. مثال بيقول لي For the slope shown in the figure, determine the safety factor against sliding on circular surface. يعني أنا عندي ميل بالشكل دوت وفي slip surface circular surface، ومديني إن الوزن ده على مسافة 5.2 والميل بتاعي 1:1.75 والبيتا A ب30 والبيتا B ب36، ومديني الخواص بتاعة الصويل عبارة عن silty sand، السي بتاعتها ب 0.28 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير، والجاما بتاعتها ب 1.96 طن على المتر تكعيب، والفاي بكام؟ ب 18. لاحظ ان الميل ده نفس الميل اللي احنا خدناه في المثال السابق على التربه الكلي، لكن هنا تربه سيلتي كلي ليها سي وليها فاي، ما ينفعش ان احنا نحلها بالطريقه السابقه، لازم نحلها بطريقه الشرايح زي ما هنشوف دلوقتي. فاحنا اول خطوه زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت هنبتدي نرسم الميل بتاعنا خط كده، وبعدين نبتدي ناخد الميل عباره عن 1.75 واروح واخد الميل بتاعي على ارتفاع كام؟ ارتفاع 10 متر سكيل مناسب، يبقى رسمت الميل بتاعي. الخطوه الثانيه ان انا اجيب البيتا A والبيتا B، ادي البيتا A بتاعتي اللي هي بكام؟ ب 30، ومن الناحيه الثانيه برضه جبت البيتا B وجبت المركز. لو ركزت هنا اقدر ارسم الدايره بتاعتي، يبقى انا وصلت ان انا قدرت ارسم الدايره الخاصه بالمساله. من الدايره ديت اهم حاجه لازم تعرف مين تقيس، انت راسم بسكيل فتقدر تطلع الراديوس بتاعي وطلع 18 وكام 47 من 100 متر، والثيتا بتاعتي اللي هي هنا ثيتا بكام؟ طلع ب 101 درجه. عشان نجيب الثيتا ديت ليه؟ بنجيبها عشان نطلع الطول بتاعي، ده مش هيهمني في حاجه، لكن يهمني الطول مين؟ ال ارك اللي هو طول القوس اللي حصل فيه الانهيار. الخطوه اللي بعد كده انا رسمت الميل بتاعي، هبتدي اقسم شرايح. عندي كام شريحه؟ عندي شريحه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شريحه. انت في الامتحان ممكن تقلل الشرايح شويه عشان الوقت بتاع الامتحان يكون كافي. كل شريحه من ديت ابتدي احسب المساحه بتاعتها. احسب المساحه دي ازاي؟ ده مثلث، خلاص هنقول نص القاعده في الايه، في الارتفاع، مع ملاحظه ايه؟ ان احنا ده افترض ان هو كورد، او هنا يعتبر هايبوتينيوس للمثلث دوت، وهنعتبره خط مستقيم. ده عباره عن تريبيزيوم، التريبيزيوم دوت عندي ده، اقدر اجيب الطول ده اللي هي القاعده المتوسطه، يعني ده زائد ده على 2، طول ده على الطول ده على 2، في المسافه ديت اقدر اجيب المساحه ديت، نفس الكلام اجيب المساحه الثانيه وهكذا اقدر اجيب المساحه. لاحظ الملحوظه اللي انا قلتها لك قبل كده، ان احنا خدنا هنا حد من حدود الشريحه اهيت زي ما انت شايف، ولاحظ حاجه ثانيه ان انت لو نزلت كده هتلاقي ان ده الشرايح دي كلها في حد هنا جاي من عند الخط مين؟ الواصل او العمودي من مركز الدايره، يعني الشرايح دي كلها لازم تحط القيم بتاعتها بالنيجاتيف. واضح؟ يبقى انا جبت الشرايح بتاعتي وجبت المساحات عشان ابتدي اجهز الجدول اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في البارت القادم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.